السلام عليكم. أنا ما جايش باش نهضر على الخلافات السياسية ولا الدبلوماسية ولا الاقتصادية اللي كاينة ما بين المغرب أو تقدر ما تكونش كاع مع بعض دول الخليج. أولا هذه المسألة عندها رجال ديالها في المغرب اللي يقدروا يجاوبوا عليها في المناصب والمهمات الموكلة ليهم. أنا غنهضر في الجانب اللي كنفهم فيه واللي هو الجانب الإعلامي. أولا أنا جاي باش نسول اللي كيسموا راسهم صحفيين او ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شي تخربيك بحال هكا من الخليج اللي كيقول لك المغرب غادي يطيح بزاف الاقتصاد ديالو حيت معول على السياحه الجنسيه ومعول على السياحه حصرا من بعد كورونا والمشكله ديال السفر والرحلات والاختلاط طبعا غادي ياثر عليه. اولا انا بغيت نسولك يعني حاولت ندير غبيه بحالك وحمقه ودخلت على جوجل باش نقلب فين قريت هذيك المعلومه يعني على انه الاقتصاد ديال المغرب كيدخر غير من السياحه الجنسيه ولا من السياحه فقط. ما لقيتش صراحه. انت تقدر تكون مثلا في هذوك المجلات الاباحيه الشاذه اللي كتقرا فيهم انت واصحابك وعائلتك واللي ربوك والناس اللي بحالك اللي كيجوا مره عندنا المغرب يعني يقدر. ولكن حيت انا ملي دخلت جوجل ودرت بالعربيه وبالانجليزيه وبالفرنسيه باش نقلب على اقتصاد المغرب لقيت شريك اقتصادي اساسي لاكبر دول صناعيه في العالم، لقيت سمعت على مصانع سيارات طاقه شمسيه الاكبر والاضخم في العالم، البنيه التحتيه اسرياء افريقيا كاينين فيه، دار البيضاء كازابلانكا، كمية الدراسات والأبحاث اللي كتوقع ما بعد 2030 و2040 فين غتوصل هذه المدينة كرقم اقتصادي، الموانئ الاقتصادية والتجارية ديال المغرب من الشمال للجنوب، الثروة السمكية، كل هذه الأمور اللي يقدر أي غبي في العالم يقراها ببساطة على جوجل. هذه اللي كتبان ليا بلا ما نكون ساكنة في المغرب ولا عايشة في المغرب ولا مغربية ولا ماشي مغربية ولا زرته مرة ولا عشرة. ثانيا السياحة، احنا معولين على السياحة طبعا. بني آدم إذا كان ربك من فوق خلقه زوين واش يكره هذه النعمة؟ احنا الله سبحانه وتعالى أعطى المغرب الزين، الزين ديال الأرض البحر الجبل الطبيعة المرتفعات، عنا السياحة ديال ركوب الأمواج أو عنا السياحة ديال الجبال والاستكشاف أو عنا السياحة ديال المطاعم واللكجر يعني السياحة الرفاهية، وعنا قطاع المقاولات مزدهر جدا فيما يخص السياحة، وعنا الفنادق وعنا المطاعم المصنفة وعنا وعنا. ولكن بصراحة أنا مشيت بزاف ديال هذه الأماكن في آخر 10 سنين، سولت الناس اللي خدامين تما ما عمرهم قالوا لي باللي تلقوا فيك ولا اللي بحالك. يعني أنت ومجموعة الخليجيين اللي ديما مصدعين راس بهذيك الهدرة ديال السياحة الجنسية، انتو ما كتمشوش اصلا للاماكن اللي عندها علاقه بالسياحه في المغرب. هذيك السياحه كيمشوا ليها المغاربه الاجانب الاسيويين، انتو لا. يعني باختصار يا حبيبي انت ما كتدخلش لينا فلوس في السياحه. واذا جينا نحضروا على الجانب الاخر من السياحه، السياحه الجنسيه، شوف اجي نقول لك احنا 36 مليون في اخر احصاء الدار في المغرب، عادي جدا يكون عندنا واحده وجوج ومية وميتين والف اللي خارجين على الطريق لعده اسباب، راها أقدم مهنة في التاريخ، عادي جدا. بس احنا إذا كان عنا الدعارة وحشومة عليكم خليتونا نهدروا في هذه المسائل في رمضان. ولكن طالما أنتم ما فاهمينش شنو هو رمضان وأنه أهم أشكال الصيام هي صيام اللسان عن قول النفاق والافتراء والغل والحسد والتعاطي بأعراض الناس، احنا نوريكم، احنا ننظفكم ونعلمكم الصيام ديال بالصح. يعني من اللي كتجو وتشوفوا واحدة ولا جوج ولا مية ولا ميتين اللي خدامين في طريق ماشي هو، عمل لك ايه يعني؟ هرأي المصريين جيت باش تقلب على الرخص حتى انت رخيص، لقيت الرخص غتمشي تلقاه في مكان. احنا يقدر يكون في سيدة غادة في طريق ماشي مزيان على ود الفلوس مغربية في المغرب أو تلقيت فيها برا المغرب، ولكن أشرف مليون مرة من السيدة المحترمة الخليجية اللي مصاحبة على راجلها اللي لبس عليه واللي عايشة في قصر وفيلا ورثتها من باباها أو من راجلها ومتصاحبة مع العامل اللي عندهم في الدار. احنا أشرف مليون مرة في المدن اللي تقدر تلقى فيها هذا النوع من الأشياء واللي موجودة في العالم كامل،
من السياحة الجنسية العالمية. يا أخي ده أنتوا عولمتوا السياحة الجنسية في مدن الخليج السياحية بلا ما نسمي، يعني تبارك الله تبارك الله. الريحة خانزة، راكم داخلين في إتجار ديال البشر على مستوى عالمي، يعني أنتوا أساتذة في هذا المجال. حاجة تانية، أنت ملي كتجي للمغرب باش تجيب لينا جوج دراهم معاك وتقطع البيه ديال الطيارة في الطيران الخليجي، ما كنستفيدوا منك والو. الحمد لله طيران المغرب ملي كان كيدخل فلوس كيدخل فلوس من مغاربة الخارج ومن بعض الأجانب اللي كيجوا فيه، نتوما ما كتستفيدوا منكم والو. واخا هذيك النسبة اللي كياخذها الطيران إلى آخره، ولكن أنتم خادمين الطيران ديالكم. الفنادق أجي باش نقول لك، السياحة ديال المغرب ديال الفنادق والمطاعم المصنفة جاسترونومي، فاهم شو يعني جاسترونومي ولا صعيبة؟ حيت أنت بحالك بزاف عليك بانيني دجاج بانيني لحم، راه كنشوفوك أنت بزاف عليك القهوة ديال 7 دراهم. هذوك المطاعم والمقاهي الغاليين اللي كاس ديال أتاي فيك يقدر يدير 20 و50 و70 درهم في المدن الرئيسية، راه عامر الحمد لله بالمغاربة وخدامين فيه للمغاربة وكيدخلوا فلوس المستثمرين للمغاربة، وغيرجع هذا الاقتصاد غيرجع احنا احرار. اما انت راه ما بعملنا غنشوفك لا في كوزين اوريونتال جاسترونومي ولا جاسترونومي ماروكان ولا جاسترونومي ازياتيك ولا في اي مكان في البلد. هذه الاماكن عامرة بالمغاربة اللي فاهمين اللي مسافرين اللي عندهم الجو مش اللي عندهم الكبت. انت من اللي كتاخد واحدة رخيصة بحالك كتمشي بركة عليك 25 درهم، فهمت؟ ماشي استخفافا باللي كياكل ب25 درهم، ولكن باش تجي تقول لي انه الاقتصاد ديال المغرب قائم على السياحة اللي كتدخلنا فلوس منكم انتوما، لا عزيزي لا. فنادق ديال المغرب مراكش وطنجة واكادير الراقية فيها الليلة ب4000 و5000 درهم، ما عمرني شفتكم جالسين تما، ماشي بزاف يعني، على الأقل الفقراء اللي بحالك ما كيمشوش تما. بزاف عليك 300 درهم فندق شعبي. دابا احنا غنبيعوا الشرف والكرامة ديال البلاد ونخليكم تديروا ما بغيتوا وفي الأخير تمشوا وتهربوا وتديروا هذا، وإحنا عارفين القصص اللي كاينة على 300 درهم. لا 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 يا عزيزي، احنا في المغرب يمكن ما يكونش عندنا موارد اقتصادية كبرى بحالكم، ولكن نهار اللي دار المغرب الإجراءات ديال مكافحة كورونا أول حاجة فكر فيها هي الفقير اللي ما عندوش وفرق عليهم الفلوس باش يصمدوا ويعيشوا. احنا عندنا في المغرب 161 وفيات لهذا النهار، هاد رقم على بلد كتعتبروا راسكم متفوقين عليه في الاقتصاد وفي السياحة وفي الموارد الطبيعية وفي الثروات وفي الإنجازات، رقم جدا محظوظين فيه. أنا غير بغيت نشوفكم كلنا طحنا بالصح مع هاد كورونا في المغرب، آش كنتوا غديروا فينا؟ في المغرب كان عندنا 100 و200 و400 و500 حالة، وكانت قنوات الخليجية كتقول بالآلاف. علاش بالك أنت جاهل هاد الجرم؟ ما تعرفش باللي 100 و200 و300 وكل شيء تحت الألف كيتسمى مئات ماشي آلاف. آلاف يعني خاصنا نكون تخطينا 5000 و10000 و20000. وشوف إلى لقيت شي مغربي كيصفق لك في مواقع التواصل الاجتماعي متخبي تا هو الحمار ولا الحمارة خلف شي حساب وهمي، ما يحسب لكش باللي انت منتصر ودرت شي انجاز كبير. تيقدر يكون تا هو بحالك اصلا خليجي بحالك وداير فيها فيسبوك مغربي وكيسب ويعاير. فيسبوك ما هو معيار يا عزيزي. انا دابا يقدر يكون عندي 10 اكاونتات وهمية حسابات، يمكن انت ما تفهمش الانجليزية، 10 حسابات وهمية، واحد دايره في خليجية، واحد دايره في لبنانية، واحد دايره في صينية، واحد دايره في ما عرفتش شنو، كنسب في هذا وكنعاير في هذا. عمرها ما كانت معيار. المعيار الحقيقي هي الأرقام ديال الاقتصاد والدراسات. احنا فينا الجوع في المغرب، علاش؟ فين 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 مثلا في خلال كورونا شفت شي واحد ولا شي تظاهرة في الشارع ولا ناس مجمعين كيقولوا كنموتوا من الجوع؟ فين؟
احنا ما عندناش امكانيات، يمكن ماشي بحالكم، ولكن عندنا هذا. انا بغيت نقول اخر نقطتين فيما يخص هذاك الاشكاليات اللي غتبقى ديما في هذه المساله ديال واحد كيعاير الاخر ما بين الخليج والمغرب. انتم ما بغيتوناش نعمم باللي انتم مكبوتين، مزيان احنا ما غنعمموش. فين خرج واحد مغربي اعلامي ولا صحفي ولا سياسي من لا شيء وافترى عليكم؟ فوقاش هاد الشيء وقع؟ ما عمره وقع. دائما كتجي الضربه الاولى من عندكم والافتراء كيجي من عندكم، عاد احنا كنخرجوا باش نجاوبوا. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، طالما المغرب فيه ملكيه قويه مستقره محبوبه عندها شعبيه، ما عمرها المغاربة ردوا البال، ما عمرهم دول الخليج ولا أي ملكية في العالم واخا ما تكونش عربية غتكون هانية من جهة المغرب. ديما غتبقى هذيك العقدة، خاصة المكانة الدينية الروحية للملكية في المغرب في حياة المغاربة وإفريقيا والعالم تاريخيا وحاضرا. هذه نقطة مهمة خاصها تبقى هنايا. ثاني نقطة هي، انا عارفه باللي الخليج استثمروا في المغرب وحنا عارفين كاين شي استثمارات اللي يمكن يقدر يكون ماشي اي واحد سمع فيها. انا ماشي مشكلتي الا شي مستثمر خليجي ما وعيش ما فهمش قولب في شي مكان معين، هذا ما عنده علاقه بالدوله، القانون لا يحمل مغفلين، فهمت؟ ماشي مشكلتي. تا انا تا بزاف ديال الجنسيات يقدر يكونوا مشاو لاي دوله في العالم وتقولبوا عادي. هذاك الغل والحسد نقصوا منه شوي، راه مضر مع كورونا. انا توقعت في كورونا كاع الدول والشعوب اللي ما بينها هذيك الحساسيه غتنقص، لا بالعكس، اللي بحالكم واخا يموت عندهم نص مليون مليون، راه بني ادم. شوف اذا كان بني ادم قبل ما يموت قبل ما يتحاسب عند ربه يقدر يتغير يتبدل، الخسيس يقدر يتبدل، كان راح احنا عايشين دابا في سعادة لا توصف. ولكن راه البني آدم الوسخ وسخ، تيمشي تحت التراب وهو وسخ. حاجة أخيرة، الإعلام عندنا في المغرب يقدر يكون ضعيف مقارنة بالإعلام الخليجي سواء الخاص ولا العام نتيجة الإمكانيات والاستثمار في المجال وبزاف ديال الأمور، ولكن إحنا داخلين مسوقين راسنا، يعني إحنا ما بغيناش نعرفوا براسنا عندكم. عادي عادي، انتوا ما بغيتوناش نفتروا، لا كاين خليجيين محترمين عايشين في المغرب، كاين عائلات خليجية كتجي سياحة بالصح على المغرب، ولكن احنا مضطرين نقولوا عليكم كلكم العيب. علاش؟ لانه تانتوما ما خليتوش المغاربه المحترمين اللي عايشين في الخليج ولا برا اي وسيله باش هاد الناس المحترمه يعني ما ديروهاش في نفس الميزان مع نماذج قليله نادره تلاقيتوا فيها. ما يمكنش توصلوا لمرحله تخلوا المهندسه والطبيبه والموظفه والباحثه المغربيه برا، حاسه ديما باللي هي حرف ناقص مقارنه بالجنسيات العربيه او الاجنبيه الاخرى، حيت ديما هي محور الشك نتيجه مرض نفسي. وانا مالي يا اخي، انا مالي على راي المصريين؟ انت واحد رخيص جيت قلبت على الرخص في المغرب لقيت الرخص، انا مالي؟ دوله عدد سكانها 36 مليون، اقتصاد ضخم في افريقيا واوروبا. يا عزيزي احنا الخضار والفواكه والاسماك اللي عندنا في المغرب باقي في نفس الثمن قبل كورونا، يعني عندنا محصول وافر جدا. احنا الا بقينا سادين حدودنا عام وعامين نزرع وناكل ونصطاد من البحر وناكل احسن كاليتي ديال السمك اللي كتحلموا تاكلوها انتوما في اوروبا والخليج، غناكلوا احسن كاليتي احسن نوعيه ديال الخضار والفواكه. بعدين احنا شعب ما كيجوعش، عارف علاش؟ علشان احنا في المغرب عندنا مبدا التضامن الاجتماعي، مش اللي كتمارسه الدوله على الناس، لا،
المغاربة كيحسوا ببعضياتهم مزيان، فهمت؟ المغاربة كيشبعوا بكرامتهم وشرفهم. انت عمرك حليت مشروع في المغرب وجيت خدمت فيه مغاربة وشفت هاد الناس كيفاش كيخدموا؟ شفت عاملات التنظيف؟ شفت النساء اللي كيخدموا في مهن صعيبة؟ شفت شحال من بنات محترمات كيجروا على عائلاتهم يتيمات وفقراء ومحتاجين، وكيفيهم لقارية وفيهم لمقارياش، كتجري بشرف على ود 2000 و3000 و4000 درهم في الشهر وعايشة بكرامتها. كون كان المغرب فيه العهر والدعارة اللي كتهدروا عليها، كانوا هاد الناس كلهم ما كيخدموش، جالسين في ديوهم كتصرف عليهم انت ب25 درهم ديال بانيني. بغيتو تعتقونا من الافتراء؟ مرحبا. ما بغيتوش، راه كاين بزاف مازال ما يتقال. وشكرا.